السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. خلاص بقى دلوقتي بإذن الله، خلاص احنا على وشك ان احنا ننهي الباب الثالث كله يا جماعة. هناخد النهاردة اخر درس في الباب، الا وهو الروابط الفيزيائية. خلاص، طيب. الروابط الفيزيائية ده يتضمن الدرس ده ان احنا هندرس الروابط الفيزيائية. ايه بقى الروابط الفيزيائية؟ قصده يتكلم عن الروابط الهيدروجينية والرابطة الفلزية. يبقى احنا دلوقتي ايه الروابط الفيزيائية؟ رابطة هيدروجينية ورابطة فلزية. اول حاجة هنتكلم عن الرابطة الهيدروجينية. من المتوقع ان درجة غليان كبريتيد الهيدروجين H2S تكون اعلى من درجة غليان الماء. ليه ان شاء الله؟ علشان الكبريت او الكتلة المولية بتاعة المركب كله 34 جرام. ليه؟ لان الهيدروجين ده كل ذرة بواحد جرام، تمام، والراجل ده 32، ماشي. يبقى 32 زائد 2 يبقى هيديك كام؟ هيديك 34. ده مين؟ ده كبريتيد الهيدروجين. اما بالنسبة للمية فدي عبارة عن 2 والاكسجين 16، يبقى هيديك 18. حلو حلو. طب يعني كده ال 34 اكبر من 18، فلازم تكون درجه غليان الكبريتيد الهيدروجين تبقى اعلى من درجه غليان الميه. لكن الكلام ده مش صحيح، لان احنا عارفين كويس جدا ان درجه غليان الميه 100 درجه مئويه، ودرجه غليان الميه اعلى من درجه غليان الكبريت. طيب تعالوا نشوف بقى ليه. درجه غليان هيدريدات عناصر المجموعه الواحده تزداد بزياده كتلتها الجزيئيه. ده على الاساس ده هم قالوا كده، ده على اساس. يبقى لما يقول لك مثلا ليه احنا فسرنا او ليه احنا توقعنا ان درجة غليان كبريتيد الهيدروجين تكون اعلى من درجة غليان الماء، هم توقعوا ده على اساس ان درجة غليان هيدريدات عناصر المجموعة الواحدة لابد ان درجة الغليان تزيد بزيادة الكتلة الجزيئية. دي اللي هم قالوه، دول اللي هم قالوه. الى انه طبعا كلنا عارفين ان درجة غليان المية 100 وكده مرتفعة. ده لو قرنت بدرجة غليان مين؟ دي لو قرنت بدرجة غليان كبريتيد الهيدروجين اللي هي سالب 61 درجة سليزيوس. رغم ان الاكسجين قبل الكبريت في المجموعة 6 ايه اللي هي في المجموعة 16 يعني. يبقى دلوقتي احنا عارفين ان الكلام ده ما بقاش صحيح. ليه؟ لان المية يعني او اقصد مش هيتفسر على اساس درجة غليان الهيدريتات هتزداد بزيادة الكتلة الجزيئية. اكيد هنا في قاعدة، لان احنا شايفين درجة غليان المية 100 ودرجة غليان كبريتيد الهيدروجين سالب 61، رغم ان الاكسجين قبل الكبريت فين؟ في المجموعة 6A من الجدول الدوري. طيب ازاي انتوا بقى بتفسروا شذوذ درجة غليان المية بالشكل ده؟ قالك بنفسر شذوذ درجة غليان المية بسبب ايه؟ تجاذب جزيئاته مع بعضها البعض عن طريق الرابطة الهيدروجينية. يبقى جزيئات المية تتجاذب مع بعضها البعض عن طريق الرابطة الهيدروجينية، او بنسميها برضو القنطرة الهيدروجينية. ده على حسب التعبير الحديث. خلاص، يبقى هم قالوا ان لا، هنا في شذوذ يا جماعه، عشان جزيئات الميه هنا بتتماسك او بتتجاذب مع بعضها عن طريق الرابطه الهيدروجينيه او القنطره الهيدروجينيه. طيب وهي، طب ايه بقى يا عم الهيدروجينيه اللي انت شغلنا فيها دي؟ قال لي دي رابطه فيزيائيه بتتعمل ما بين ذره هيدروجين، خلاص، ما بين ذره هيدروجين مرتبطه في رابطه قطبيه زي ما انت شايف FHOHNH. خلاص، يبقى هي ايه تعريف الرابطة الهيدروجينية او القنطرة الهيدروجينية؟ التعريف بتاعها هي رابطة فيزيائية تنشأ ما بين ذرة هيدروجين مرتبطة في رابطة قطبية، زي ما احنا شايفين ادي الروابط القطبية قدامنا، مع زوج الكترونات حر لذرة تانية مرتبطة سالبيتها الكهربية مرتفعة. طبعا عارفين طبعا الفلور سالبيته الكهربية مرتفعة، والاكسجين والنيتروجين، وبيقول ان في زوج الكترونات حر. طبعا احنا عارفين ان العم ده عنده زوج الكترونات حر، وبس ما علينا، يعني ان هو فعلا في كل ذره دي فيها زوج الكترونات حر. يبقى تاني لما نيجي نعرف الرابطه الهيدروجينيه او القنطره الهيدروجينيه، هي رابطه فيزيائيه تنشا ما بين ذره هيدروجين مرتبطه في رابطه قطبيه، كويس، زي الرابط اللي انت شايفه قدامك دي، مع زوج الكترونات لذره تانية مرتبطه لكن سالبيتها الكهربيه بتكون ايه؟ مرتفعه. طيب طبعا خد بالك انه مديك ملحوظه ان اكيد ذرات فلور واكسجين ونيتروجين ذرات مرتفعه السالبيه الكهربيه. ما انت لسه قايل لي مع ذره لابد ان تكون ايه؟ سالبيتها الكهربيه مرتفعه. تمام، يبقى انت خلاص بتديني ان الثلاث عناصر اللي انت جبتهم في المثال دول فلور اكسجين نيتروجين لابد ان تكون ايه؟ سالبيتهم الكهربيه مرتفعه. كويس، قال لي عشان اكون الرابطه الهيدروجينيه
يلزم لتكون الرابطة الهيدروجينية وقوع ذرة الهيدروجين ما بين ذرتين مرتفعتين في السالبية الكهربية. تاني يا جماعة، علشان نكون الرابطة الهيدروجينية لازم ذرة الهيدروجين تكون ما بين ذرتين والاتنين مرتفعتين في السالبية الكهربية. كل المركبات اللي فيها روابط هيدروجينية مركبات قطبية. يعني ايه قطبية؟ اي انها تذوب في المذيبات القطبية زي المية. خلاص كده يا جماعة، يبقى لازم ذرة الهيدروجين تكون ما بين ذرتين مرتفعتين في السالبية الكهربية. ولازم تعرفي برضو ان كل المركبات اللي فيها روابط هيدروجينية او ذات الروابط الهيدروجينية هي مركبات قطبية، يعني بتذوب في المذيبات القطبية زي ايه؟ زي المية. عايزين دلوقتي نعرف امثلة على الرابطة الهيدروجينية. عندك في الرابطة ما بين جزيئات فلوريد الهيدروجين HF، بالفعل الفلور مرتفع في السالبية الكهربية كما إنها رابطة قطبية، كويس. الرابطة بين جزيئات H2O، كويس، فعلا الأكسجين مرتفع في السالبية الكهربية كما إنه جزيء قطبي، ده المية. الرابطة بين جزيئات النشادر NH3، خد بالك إنها تفرق كلمة الرابطة بين جزيئات المية غير الرابطة في جزيئات المية. مش فاهم، يعني لما يقول لك الرابطة بين جزيئات المية يعني جزيء مية مع جزيء مية، H2O مثلا مع H2O، فاهم؟ الرابطة ما بين الجزيئات هنا هيدروجيني، تمام، غير لما يقول لك الرابطة في الجزيء أو في جزيء المية، غير لما يقول لك الرابطة في جزيء المية. جزيء المية لوحده ده أو جزيئات المية، الروابط في جزيئات المية دي روابط تساهمية. خلاص يبقى تفرق لما يقول لك الرابطة ما بين الجزيء، جزيء وجزيء، ما بين الجزيئات دي هيدروجينية، غير لما يقول لك الرابطة في الجزيء ذات نفسه، في الجزيء ذات نفسه دي تبقى تساهمية. خلاص وصلت؟ طيب يبقى أمثلة تانية على الروابط الهيدروجينية، خدنا HF، خدنا H2O، خلاص، وخدنا NH3، دي كلها أمثلة على الروابط الهيدروجينية. بعد كده مديني تطبيق علشان اطبق عملي. بيقول ان الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات المي، عايزين يديني تطبيق على الروابط ما بين جزيئات الايه؟ المي. قال لي تتجمع جزيئات الماء القطبيه عن طريق التجاذب. جزيئات المية القطبية بتتجمع عن طريق التجاذب اللي بيحصل ما بين ذرة أكسجين. احنا عارفين ان ذرة الأكسجين تحمل شحنة سالبة جزئية، خلاص، سالب 2 في احد الجزيئات، وذره هيدروجين والهيدروجين موجب بيحمل شحنه واحده بس في جزيء تاني، كويس. فتعمل ذره الهيدروجين زي قنطره او جسر كده بيوصل ما بين ذرتين اكسجين، والاتنين ليهم سالبيه كهربيه عاليه، فالجزيئات بتقرب من بعضها بدرجه ممكن نعتبر ذره الهيدروجين كقنطره تربط الجزيئات معا. كلمة قنطرة، عارفين انتوا تقولوا قنطرة قطار او كده تقريبا، يعني فاهمين، فهي المهم بتوصلهم ببعض. لو بصينا للرسمة هنفهمها اكتر. بصوا يا جماعة، ذرة الهيدروجين اهي بتبقى عاملة زي ايه؟ ذرة الهيدروجين اهي بتبقى عاملة زي القنطرة او جسر، بيعمل ايه؟ بيوصل لك ما بين ذرتين اكسجين مرتفعتين في السالبيه الكهربيه. لو ركزنا مع الرسمه مش هنضطر نحفظ، لان احنا اكيد مش بنحفظ ولكن بنفهم من خلال الرسمه. فعلا انا شايف ان ذره الهيدروجين بالنسبه لي دلوقتي هي عباره عن قنطره. ذره الهيدروجين دلوقتي هي عباره عن قنطره، تمام، قنطرة بتوصل ما بين ذرة الأكسجين دي المرتفعة في السالبية الكهربية وذرة الأكسجين دي المرتفعة في السالبية الكهربية. خلاص يبقى كده عرفت إن ذرة الهيدروجين هي اللي بتربط مين؟ هي اللي بتربط الجزيئات مع بعضها. حلو ولا إيه؟ تمام. يبقى إحنا فهمنا دلوقتي، أدي ذرة أكسجين تحمل شحنة سالبة جزئية، تمام، وأدي ذرة هيدروجين برضو بتحمل شحنة عفوا، وادي برضو ذرة هيدروجين تحمل شحنة موجبة، تحمل شحنة موجبة جزيئية. وزي ما احنا شايفين ان ادي ذرة الهيدروجين اهي الصغنونة دي عاملة زي قنطرة ما بين الاكسجينة دي والاكسجينة دي، والاتنين عاليين في السالبية الكهربية، لذلك ده اسمه الربط بين الجزيئات. تختلف لما يقول لك
اللي هي ايه الرابطه اللي بتربط بين جزيئات الميه، هنا تقول هيدروجينيه، لكن لما يقول لك الرابطه اللي بتربط في جزيئات الميه او الرابطه اللي موجوده في الجزيء في جزيئات الميه ذات نفسها، خلاص غير بين. لما يقول لك بين تبقى هيدروجينيه، خلاص الرابطه الموجوده بين جزيئات الميه هنا تقول هيدروجينيه، لكن ما يقول لك الرابطه الموجوده في جزيئات الميه تختلف. لو في جزيئات الميه تبقى تساهميه قطبيه. اوكي تمام. بعد كده بقى ملحوظة، تعالوا نشوف الملاحظ. بيقول ان انا بفسر ارتفاع درجة غليان الماء الى ايه، علل مثلا ارتفاع درجة غليان الماء. قال لي ده بسبب استهلاك قدر كبير من الطاقة الحرارية في تكسير الروابط الهيدروجينية بين جزيئات المية. هي بتاخد او بتستهلك قدر كبير من الطاقة الحرارية علشان تكسر الروابط الهيدروجينية ما بين جزيئات المية. خلاص تاني يا جماعة، نقول تاني الجزئية دي. يبقى مثلا بيقول لي بتعلل ارتفاع درجة غليان المية، هقول له لانها بتاخد قدر كبير من الطاقة الحرارية علشان تكسر الروابط الهيدروجينية اللي موجودة بين جزيئات الماء. خلاص كفاية لحد هنا علشان ما نطولش، وناخد الباقي ان شاء الله في فيديو تاني. اتمنى اكون استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.